الو مرحبا. عليكم. تهيلا طيب على جلال ومحمد وكل وعد وكل من يسمع في وعد في احلى برنامج في الظهرية للناس كلهم يسمعوا فيه ويخدم الشارع الليبي. نقول ايوه الشعب الليبي الله يكون في عونه. والله طولني سمعت الاغنية لاول مرة اترك بيها هلبة لان الشعب الليبي حتى هو زي الشعوب التانية. نقول لك العامل الديني اولا الشعب الليبي شن يبي؟ يبي عمل، يبي فلوس، يبي يكون حوش، لكن ما فيش تعيينات ولا في من يوقف له ومن من يقول للشعب الليبي تعالى دير شغل. وين المصانع اللي عندنا؟ وين الجهات الناس اللي توجه للشعب الليبي إلى يكون روحها؟ ما فيش هذا، ما فيش تشجيع للشعب الليبي. الشعب الليبي دائما وين تلقاه قاعد يا في قهوة يا في الشارع بدون عمل، بطالة أكثر من اللي يخدمه. والمشاكل اللي تصير بين الأب والأم ما فيش حل بين الطفل من حين هو صغير حتى بيكبر الولد بيكبر الحل، ما عندهش حل لعند أمه لعند أبوه لعند حتى الوطن متاعها. طيب. ما فيش العامل الديني اللي يوجه الطفل ويوجه الشعب. رسالتك واضحة نور عليون، شكرا.